ايه كده يا بلو يا ولدي، الترند انتشر بسبب اللي عمله بلو. اللي حصل بالظبط ان نزل الشاذلي الصورة دي على حسابه على انستجرام، واضح جدا في الصورة ان بلو لابس بدلة وجنبه كمان واحدة لابسة فستان. واللي بيأكد الموضوع واللي خلى الموضوع يطلع ترند ان الشاذلي كتب وعلق ألف مبروك يا حبيبي، وإن شاء الله نفرح بعيالكو. وطبعا بعد لما الناس شافت الصور دي بدأت تتكلم عن اللي حصل وإزاي بلو يتجوز البنت دي. وطبعا في ناس كتير بدأت تتريق على بلو، ومنهم طبعا صنع الفيديوهات إسلام فوزي. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.